سيداتي أنساتي سادتي، مرحبا بكم في العرض المسرحي المؤشر. أنا كريم محمود، رئيس كاست سياسة تون، هو كاست المسرح بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة. احنا النهاردة كنا بنعمل عرض المؤشر، وهو عرض عن رواية حالة الطوارئ بتاعت ألبير كامو، رواية فرنسية في إطار مهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة. العرض إعداد وإخراج إيهاب ناصر. هتكلم اكتر عن دوري. انا دوري دييجو، هو رمز الخير في المدينة. دييجو شاب متوسط في العمر، هو من عيلة ثرية اصلا، ولكنه دايما بيبحث عن خير المدينة وحظها. بيختلف مع الحاكم في البداية، ثم بيرحل الحاكم ده وبيأتيهم الطاعون، فبيفضل يقاوم الطاعون، بيحاول الطاعون يقتله، ولكن بإرادته بيقدر دييجو يتغلب على الطاعون. فبيحاول في اللحظة دي الطاعون ان هو يقتل فيكتوريا اللي هي حبيبة دييجو. في اللحظة دي دييجو بيقرر ان هو يضحي عشان يدي درس للمدينة، وعشان يفدي حبيبته اللي هي كانت سبب إلهامه وسبب نجاحه في رأيه. العرض من العروض القوية اللي اتعرض كتير قبل كده، انا شخصيا بحب دوري فيه جدا. الحمد لله يا رب نكون وفقنا ان احنا نوصل الرساله اللي احنا عايزين نقولها، ان احنا ما بنتكلمش في اتجاه سياسي معين او عايزين نغرس فكره في اتجاه معين، ولكن الفكره في العموم هي ان الصراع ما بيوديش الى حاجه، وان الاطراف المتصارعه كلها في النهايه بتخسر. يا ضياء كمي يا ضبط قلبي ودنيا